مشاهدينا، وللحديث عن استمرار معاناة النازحين في العراق عامة وفي مخيم بزيبز كنموذج على تلك المعاناة، تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحييكم وحي مشاهديكم الكرام. حياكم الله دكتورة. إلى متى ستبقى معاناة النازحين، وسيبقى العامل الأمني هو المعوق الرئيس لعودتهم إلى مناطقهم؟ سوف تستمر معاناة النازحين، وسوف تستمر الأوضاع الأمنية المتدهورة الحالية إلى أمد غير معروف، ما دامت هذه الحكومات التي جاءت بعد الاحتلال الأمريكي العراقية تتداول على السلطة. لا تزال الميليشيات هي التي تسيطر على مفاصل الدولة، لا يزال الفاسدون يتربعون على المراكز الحساسة في الدولة. كل هذه العوامل سوف تؤدي إلى أن يبقى حال النازحين على ما هو عليه، وأن يبقى النازحون يعانون برد الشتاء وحرارة الصيف ومختلف الأحوال الجوية الصعبة ومختلف يعني حالات انعدام أبسط مقومات الحياة ومنها الغذاء والماء الصالح للشرب. سوف تبقى أولادهم لا تستطيع يعني الحصول على تعليم يضمن كرامتهم أو حصول على فرصة عمل أو حتى عودة آمنة إلى مناطقهم، خاصة وأن الميليشيات تسيطر على مناطقهم، ومناطقهم أيضا لا تزال تعاني من الدمار ولم يتم إعمارها على نحو يضمن عودة كريمة لأهالي للنازحين إلى منازلهم الأصلية. طيب، هنا العديد من المنظمات الدولية تتحدث باستمرار عن النازحين ومخيمات النزوح في العراق. مؤخرا منظمة ريتش للإغاثة الإنسانية تتحدث عن انعدام الخدمات، وهي أحد المعوقات المهمة في عدم رجوع وعودة النازحين. لماذا هذا التأخر، والمقصد من تأخر إعادة الإعمار؟ لأنه لا توجد هناك حكومة وطنية تنتمي لهذا الشعب وتحس بما يعني يمر به من أحوال سيئة. كل هم كل الحكومات من التي جاءت للسلطة هي المصالح الشخصية، الاستفادة من المناصب، الاستمرار في يعني انفاذ مصلحة الأجنبي في العراق، خاصة وأن معروف جيدا في العراق الآن الميليشيات التي تسيطر على المناطق التي شهدت العمليات العسكرية تسيطر عليها الميليشيات الولائية والتي تدين بالولاء للإيران، ومعروف أن إيران لديها مخططات في العراق، ولهذا فإن هناك عملية تغيير ديموغرافي تجري على قدم وساق في العراق. ولذلك لا يوجد عودة آمنة للنازحين إلى منازلهم. إضافة إلى ذلك، هناك أصلا بعض المناطق خاصة جرف الصخر وبعض مناطق محافظة صلاح الدين وديالة أصلا أهلها ممنوعون منعا باتا من الرجوع إلى منازلهم، لأن أصبح الحرس الثوري الإيراني يسيطر على مناطقهم ويستخدمه كقاعدة لعملياته في المنطقة، ومن أجل السيطرة والحصول على منافع استراتيجية في المنطقة. نعم، في العودة إلى البعد الأمني في أزمة النزوح، الحكومة تقول أن الإرهاب هو السبب الرئيسي في عدم عودة النازحين، ولكن النازحين أنفسهم يقولون أن الميليشيات هي السبب. كيف ينظر للموضوع محليا ودوليا؟ معروف جيدا أن الميليشيات هي السبب، حتى الجماعات الإرهابية كيف يمكن لها أن تصل إلى هذه المناطق، والميليشيات تفرض سيطرة محكمة على هذه المناطق ولا يستطيع حتى أهالي هذه المناطق الخروج أو الدخول إليها دون تصاريح أمنية ودون تفتيش ودون خضوع إلى مختلف الإجراءات الأمنية، حتى أن الذين تمت إعادتهم إلى بعض المناطق خضعوا لمختلف أنواع التدقيق الأمني إلى أن وصلوا إلى هذه إلى منازلهم. إذن كيف نتوقع حتى أن هناك جماعات إرهابية تكون في هذه المناطق؟ حتى لو كانت فهذه بأمر الميليشيات وبإشراف الميليشيات وتنفذ مصالح الميليشيات في هذه المناطق من أجل المزيد من التضييق على حتى الذين رجعوا واستطاعوا أن يصلوا إلى منازلهم. في هذه النقطة، إذا أخذنا مهجرين مخيم بزيبس كمثال عن مجمل المهجرين، هم يصارعون الفقر والأمراض في هذا المخيم في خيم مهترئة، لماذا تستمر معاناة النازحين في مخيم زيبس بالتحديد؟ هل بسبب المناطق التي هجروا منها وهي العويسات وجرف الصخر بالتحديد هذه المناطق؟ نعم، بالتأكيد معروف أن
هذه المناطق من المناطق التي سيطرت عليها إيران بشكل كامل نتيجة لموقعها الاستراتيجي المهم الذي يصل الكثير من المناطق المحيطة بها، إضافة إلى أنها إحدى ما يسمى بحزام بغداد، والذي تسعى إيران بمختلف يعني ما أوتيت من جهد إلى السيطرة على هذه المناطق جميعها، ليست فقط منطقة جرف الصخر أو العويس وعساد. إضافة إلى ذلك فإن هؤلاء تم تهجيرهم لأنهم أيضا رفضوا سياسات الحكومة وشاركوا في التظاهرات التي حصلت في العراق عام 2013، ولذلك فهناك عقاب جماعي أيضا لأهالي هذه المناطق، ولذلك هم مستهدفون بالذات من أجل إعادتهم عدم إعادتهم إلى مناطقهم واستمرار معاناتهم، ويعني حتى لو أبيدوا جميعهم بأطفالهم بنسائهم برجالهم، فالحكومة ليست لديها أي اهتمام بهذا الموضوع وتهمل هذا الجانب بصورة كاملة، لأنه ليس بإرادتها بل بإرادة إيران التي لديها مخططات لهذه الأمور. حضرتكم كيف تنظرون إلى تأثير ظروف النازحين في مخيم بزيبز على الأطفال والعائلات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها حاليا؟ يعني معروف أن الظروف التي يعيشونها يعني تمس تعليم الأطفال، تمس صحتهم، تمس حياتهم بصورة عامة، تمس المرضى الضعفاء، يعني جميع شرائح يعني الذين يتواجدون في هذه المناطق سوف يصيبهم ضرر كبير، سواء بالفقر الذي وصل بهم إلى يعني حدود يعني مستويات قياسية، إضافة إلى الجهل الذي سوف يعم نتيجة تسرب الأولاد وعدم وصولهم إلى المدارس، تدهور الحالة الصحية يعني ساكني هذه المخيمات نتيجة انعدام يعني مقومات الحياة الأساسية، انعدام الغذاء الصحي الذي يمكن أن يقوم حياتهم، إضافة إلى عدم وجود اهتمام بالمرضى والمسنين وحتى الذين يعانون من إعاقات الأمراض النفسية التي أصبحت يعني متفشية بين صفوف النازحين، هذه أيضا تحتاج إلى رعاية خاصة، كل هذه لم تتوفر لحد الآن. كل الذي يحدث هو مأساة ودمار سوف يحصل لهذه العائلات لو استمرت على حالها. هذا ما سمح به الوقت. من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لك.